السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جهاز وموضوع جديد حول السامسونج 40 بوصة. هذا الجهاز يعاني من مشكل بعد الإقلاع، البيانات لا تظهر بشكل عادي كما تشاهدون، فهنا البيانات فهي ثقيلة عند الحركة، وكذلك لا توجد بشكلها الطبيعي. إذن هذا يدل على أن المشكل من البانيل أو التايكون أو بعض الكوفات، لأن هذا الجهاز يتكون من بعض الكوفات الجانبية وعلى المسطرتين. لذلك فإن شاء الله بعد تشغيل الجهاز بلحظات ربما بدقيقة فتظهر بعض البيانات بهذا الشكل، أو عندما إعطاء صورة بالساتليت فيتظهر الشبحية والألوان غامقة جدا وثقيلة. لذلك فهذا يعتبر خلل في بعض الإشارات، لأنني عن تجربتي تعاملت مسبقا مع بعض الأجهزة بهذا الشكل وتم إصلاحها، ولذلك أحببت أن أتطرق لكم بهذا الموضوع يستفيد منه الجميع. ويعتبر هذا الخلل من إحدى إشارات VGA. كذلك فتعتبر VGA والVGL هما الإشارات الأساسيان على التايكون والبانيل لقراءة البيانات والصورة، وكذلك وضوح الصورة بطبيعتها. وإن شاء الله سوف نقوم بفتح الجهاز ونكتشف جميعا وظائف أو القطع التي يشتغل عليها هذا النوع من السامسونج. نعم، بعد فتحين الجهاز سوف نقوم مباشرة بخلع السماعات حتى يسهل علينا قراءة معطيات القطع التي يشتغل عليها الجهاز. ولذلك إن شاء الله كما تلاحظون هذه هي القطع الماين والباور سوبلاي والتايكون والبانيل، يتوفر على مسطرتين كما تلاحظون. فبهذا الشكل توجد بالمسطرتين أو البانيل أربع كوفات جانبية أو أربع كوفات على أطراف المسطرة تايكون، وأربعة في الجهة الأخرى اليسرى واليمنى، واثنان فلاتتين مع التايكون. وهذه هي التايكون أو العنصر المهم الذي يقوم بتحويل وقراءة الإشارات وتحويلها مباشرة إلى البانيل، وهذا هو رقم التايكون إيماج حتى تكون المعلومة صادقة. ولذلك فهذا هو الفلاتة الذي يقوم باستقبال إشارات وتحويلها إلى التايكون مع التغذية 12 فولت. نعم، وهذا هو الماين، وكذلك هذا هو رقمه بطبيعة الحال. فهنا هذا الجهاز أيضا يتوفر على باور سوبلاي الذي يقوم بإعطاء الجهود المضبوطة نحو الماين، وهذا هو رقمه أيضا. وإن شاء الله سوف نعطيكم فكرة حول هذا المشكل وطريقة تتبع المشكل أيضا، كيف نقوم بتتبع أعطال مثل هذه الأعطال التي تسيطر على البانيل والإشارة. سوف نقوم أيضا بأول طريقة وهي قياس الجهد، هل هو كافي 12 فولت؟ نعم، على الفيوز. وننتقل داخل وعمق التايكون ونقوم بتتبع وقراءة الإشارات، هل هي جيدة أو ناقصة أو حسب المشكل الذي على التايكون ربما. وسوف نهتم بهذه الإشارة 35.6 VGA، تعتبر إشارة مهمة فهي موجودة
وثابتة لحد الساعة. وأيضا سوف ننتقل إلى إشارات الـ VGL بعدها. هذه هي إشارة الـ VGL، إشارة مهمة أيضا، ناقص 6 فولت. هاتين الإشارتين لا بد لهما من الوجود على التيكو، بدونهما لن تظهر كالصورة، وكل إشارة له دور خاص بإضاحة الصورة، وكذلك إن شاء الله كما تتوفر أيضا هذا البانيل على مسطرة وأربع كوفات، وأيضا من الطرف الثاني أربع كوفات ومسطرة، حتى تكون طريقة العمل هذا البانيل جيدة، ونقل الإشارات أو البيانات عبر الفلاتات نحو البانيل. نعم، سوف نقوم أيضا بالكشف أو خلع الإطار الأمامي على البانيل حتى نتتبع ونراقب الكوفات، وربما يكون بها حرق أيضا حتى نتفادى أي مشكل أو شك. وتوجد بها أربع كوفات جانبية كما تشاهدون في هذه اللقطة، وأيضا سوف نرى من الجهة اليمنى أيضا توجد أربع كوفات، فهذه الكوفات التي تقوم بقراءة البيانات على أطراف البانيل. بالتأكيد بدونهما لن يعمل البانيل. وتوجد بعض البانيلات التي لا توجد بها كوفات جانبية، فقط كوفات على أطراف المسطرة. نعم، وبهذا الشكل سوف حتى نتأكد مرة أخرى سوف نعمل على طريقة أخرى، وهي بداية فحص البانيل هل هو سليم أم لا. سوف نقوم بالخلع فلاتة واحدة ونترك الثانية راكبة في مكانها على التيكو، ونتأكد هل هناك بلوك من إحدى الطرفين البانيل، لأنه مقسم إلى مسطرتين كما تلاحظون. الجهة السوداء لابد أن تعطينا صورة واضحة إن كان الخلل من الجهة اليسرى البيضاء، فكما تعلمون فقد قمنا بقطع الفولتيات وحصرها فقط برفع الفلاتات كما تشاهدون. إن كان هناك خلل داخل البانيل سوف تظهر لنا من الجهة اليمنى الصورة بشكل واضح، فهذا يعتبر طريقة سهلة لنتعرف على الخلل أين يوجد بالضبط. لحد الآن فكل الكوفات فهي سليمة، وطريقة التتبع العطل تتم بهذا الشكل، هو نزع الفلاتة. وأيضا سوف نقوم بفحص المسطرة المعلقة مباشرة على الكوفات، ونتفحصها جيدا من الأمام والخلف هل يوجد رطوبة. نعم بالفعل لقد تم العمل مسبقا على بعض الأجهزة التي قمت بحصرها فقط بسبب الرطوبة وقطع تلك المسارات، وهنا يعتبر هذه المسطرة فهي تبدو نقية لحد الآن، لا يوجد بها رطوبة، فهي تبدو جديدة لذلك. وتم تتبع هذه المسارات بالملتيميتر جهاز القياس، وأيضا كذلك سوف نتتبع المسطرة الثانية حتى نتفادى الشك، ونستطيع على الأقل تفادي كل الاحتمالات، ولا نتخبط في صعوبة حل هذا المشكل الذي يتحكم في الجهاز، وربما يكون هناك رطوبة كما قلت لكم مسبقا. وأيضا سوف نقوم بقياس هذه الكوفات الجانبية، لأن الإشارات تمر من الكوفات على المسطرة مباشرة داخل الشاشة وإلى الكوفات الجانبية.
على العموم سوف نقوم بتشغيل الجهاز ونعمل على قياس الإشارات. وللذكر فإن هذا الجهاز فهو يعطي بعض الفترات الصورة بهذا الشكل كما تلاحظون، ربما قد يعطيك الصورة ولا يعمل مطولا لأن الخلل لا زال يتحكم في الجهاز. ولذلك فحتى نسهل علينا طريقة الفحص ونستغل فرصة ظهور الصورة بهذا الشكل وفي ظرف زمني سريع، سوف نكتشف نقاط الفحص والإشارات. نعم، تم ضبط نقطة الإشارة VGH 35 فولت على هذه النقطة أو البين كما تلاحظون. فهنا اختصرت لكم الصورة، وكذلك سوف نقوم بفحص الإشارة VGL هل هي ثابتة، وندرس هذه المعلومات وحتى نقوم بحفظها جيدا حتى يسهل علينا تتبع والتعامل مع هذه الأعطال بشكل جيد. ونظرا لحساسية طريقة الفحص فكما تلاحظون فهذا هما نقاط الإشارات، فهي تبدو لحد الآن الكوفات جيدة ووصول الإشارات إليها لحد الساعة فهي جيدة، لكن المشكل لا زال يتحكم في الجهاز. على العموم سوف نلتجئ إلى التايكون إيماج ونبدأ بقياس الجهود مرة أخرى لأن هذا الخلل يعتبر غير ثابت، أي مرة يعمل بشكل عادي ومرة يسيطر عليه ليوم كامل ولا تظهر الصورة، فقط شبحية والألوان غامقة والصورة ثقيلة جدا كما تعلمون. فالإشارات لحد الساعة فهي ثابتة. حتى نقوم بدراسة وتعمق في التايكو، وجدت نقطتين خلف الفلاتات على طرف التايكو إيماج كما تشاهدون هنا، فوجدت أن VGL إشارة VGL ناقص 6 فولت فهي ثابتة، وتوجد بجوارها إشارة أخرى، فنقطة بدء انطلاقة الإشارات في الوسط، ولكن هنا يوجد نقطتين لمد المسارات على الفلاتة من داخل التايكو، فلا توجد مسارات خلف التايكو. قمت بالتمعن جيدا فوجدت أن احتمالية هذا الخلل يوجد داخل التايكو أو في العمق التايكو، توجد مسارات على عمق التايكو لا يمكن الكشف عنها إلا عبر طريقة الأوم. فأنا الآن أقوم بقياس عبر الأوم والجهاز مطفأ غير شغال حتى نتفادى أي مشكل. فوجدت أن هناك قطع غير ثابت على إشارات الـ VGH كما قلت لكم مسبقا. هذا العطل يدل على أنه في إشارة الـ VGH هي السبب في غياب أو تسبب في ذلك الخلل، وسوف نقوم مباشرة بتعويضها بسلك رفيع كما تلاحظون. فطريقة العمل بهذا الشكل، ونقوم أيضا بتلحيم الجهة الطرف الثاني من السلك على النقطة VGH لتعويض ذلك المسار، ونجرب الجهاز طبعا بعد ذلك حتى نتأكد جيدا. على العموم لو كانت لدي تايكون بديل لجربته من دون أن نتعمق في فتح الجهاز من الداخل، لكن يعتبر من الأعطال الصعبة والتي قد كما تشاهدون هنا إشارتين VGH هي وإشارة ثانية أيضا، فهذا هو المسار VGH الذي قمت بتلحيم السلك عليه مباشرة لأنه يوجد داخل عمق التايكو. هنا قمنا بالسيطرة أو على الأقل 90% من التحكم في العطل حتى نقوم بتشغيل الجهاز ونرى جيدا هل الصورة أصبحت طبيعية أم لا. على العموم تم تشغيل الجهاز كما تلاحظون، لحد الآن الصورة فهي ثابتة، وسوف إن شاء الله نترك الجهاز
يعمل لبعض الوقت ونرى، فهي الصورة 100% جيدة دون ثقل في الصورة أو الألوان الشبحية. نعم، فسوف نترك إن شاء الله هذا الجهاز يعمل لي بفترات حتى نقوم بتجميعه إن شاء الله ونلتقي. كما تلاحظون الآن قمنا بترك الجهاز يبرد وتم تجميعه مؤقتا، وسوف نجرب مرة أخرى. نعم، فالصورة ظهرت بشكل جد عادي وطبيعي، الألوان على طبيعتها بشكل جيد. وإن شاء الله بهذه الطريقة تم التغلب على هذا العطل، فيعتبر عطل إشارات الفي جي آش كما ذكرت لكم، لأنني حفظت هذه الأعطال عن ظهر قلب لكثرة أعطالها. وعموما فمعظم انشغالاتي حول إصلاح الأجهزة LCD والليد كلها على البانيل وأعطالها، فهي لا حصرة لها. فلكي تكون لكم أنتم تجربة خاصة وتستفيدوا أكثر، فهو درس مهم للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.